هناك فساد يضرب ثقة المجتمع وثقة المواطنين بهذه السلطة عرض الحائط. فعلا هناك فساد مخيف لاحظناه في المنح الدراسية مثلا، وهي ربما تعتبر من الفتات. كيف تصل الدناءة بهؤلاء بأن يتقاسموا المنح الدراسية وبإمكانهم أن يدرسوا ويعلموا أولادهم في أرقى الجامعات على نفقتهم الخاصة؟ المنح الدراسية كان يفترض بأن تبقى خارج هذا المجال، خارج مجال التنافس، لأن لدى هؤلاء القدرة على تدريس أولادهم على نعم نفقتهم، وترك أولاد البسطاء والمتفوقين أن يشقوا طريقهم وأن يحصلوا على استحقاقاتهم في للدراسة وتأهيل أنفسهم. هذا التأهيل سيكون جزءا من معالجة أوضاع البلاد وتحسين ظروفها. الفساد، هذه النقطة، وكما ذكرت لك أنه فتات كشفت عن فساد أكبر فما فوق. حاليا هناك تسريب لكشوفات التعيينات في السلك الدبلوماسي، وهي تعيينات لا معنى لها ولا أهمية لها، بحكم أن هناك تضخم كبير في أعداد أو في البعثات الدبلوماسية في الخارج، تضخم لا حاجة له، وخصوصا أن هذه البعثات لا تقدم شيئا على مستوى دعم القضية اليمنية ودعم موقف الحكومة والسلطة الشرعية في مواجهة الانقلاب وفي مواجهة النفوذ الإيراني في اليمن. لاحظنا أيضا أن هذه البعثات فشلت في مواجهة اللوبي الحوثي في كثير من المحافل نعم الدولية، وهناك بطالة مقنعة في هذه التعيينات. كثير منهم لا يزاولون أعمالهم، بل لديهم مشاريعهم الخاصة ولديهم تجارة ولديهم أعمال أخرى يقومون بها، وهم بالتالي ليسوا بالحاجة لمثل هذا الفساد ولمثل هذه الأموال التي يحصلون عليها على هيئة رواتب.